قبل أن أعطيكم قصة مطلق، شوفوا معي هذه الأجواء الرائعة والجميلة، شيء لا يمكن أن يوصف. هذه أم مطلق زوجة زيد الخشيم. زيد الخشيم كان رايح مع عبد الله بن رشيد للرياض لزيارة فيصل بن تركي حينما كان حاكم الدولة السعودية الثاني. مر على قفار، هو طبعا زيد الخشيم أمير قفار، مر على قفار ركب من عنزة تقريبا 300 راكب، وكان أحد الساد أراد أن يحرج زيد الخشيم في غيابه، فقام واستضاف هؤلاء الركب، فما درت مطلق إلا والنجائب قد أناخت، يعني الإبل والرجال قد نزلوا، لأن ذلك دعاهم في قصره هذا. فقامت مطلق وتلثمت، ثم قامت تحيي وترحب في الرجال اللي دخلت المجلس واللي القهوة واللي البهو في الأسفل، المهم 300 رجال. المقامت واستفزعت بنساء القبيلة، المهم سوت حالة استنفار في القبيلة، قاموا النساء وقامت تبحت لهم كم قعود وكم راس من الغنم، 300 رجال. المهم حتى استطاعت أن توفر لهم الضيافة التي تليق بمقام زوجها. المهم يوم جاء وقت العشاء قامت بين الرجال وهي متلطمة، قالت سم الله يحييكم على حلال اللي إذا غاب وصى وإذا حضر تقصى. المهم أمير الركب فهمها، لو كان فيها رجال خصوصا الذي دعاهم لكان من بين الحضور، لما تعشى وقال مالكم مبيت في هذا المكان. المهم عرف من المرضي وعرف منه زوجها وانطلق إلى فيصل بن تركي في الرياض. المهم يوم حضر المجلس قال فيصل بن تركي وهو يسلم، وإن عرب دائما تأخذ أخبارها من خلال رحلتها، قال ها وش حصل لكم علمونا خبار الطريق معكم؟ قال والله خبار السعد. وش العلم؟ قال مرينا على قفار على بيت زيد، قال مريت على قفار ديرة زيد الخشيم، وكان هناك من دعانا إلى بيته ومنزله، لكننا فوجئنا بتلك المرأة التي تغشالها البيضة وترفع لها البيضة. هذه كلمة تقولها البادية والعرب لمن بلغت المنزلة العالية، ترفع لها البيضة وتغشالها البيضة، وذكروا من فعلها وقامت به من ضيافتهم ما والله تكون عن قبيلة. فقال له فيصل تعرف زيد الخشيم؟ قال له والله ما أعرف. قال الرجال اللي مراكيك هو يقوم ويعتنق في المجلس، قال والله إنك خلفت مرة ما بعدها مرة. شوف كيف بيضت وجهه ورفعت ذكره، هكذا ينبغي أن تكون النساء. المرأة اللي لا شفتها سنة تكون باللزوم، لا تبحث عن غيرها، اترك المعاني الأخرى التي مثل جمال الفائق وغيره. زيد الخشيم الحين ما يعدل بم مطلق شيء، يعني تخيل أن زيد الخشيم لو خير بمثل هذا الموقف أو امرأة تملك جمال الفائق، والله هذا الموقف يكفيه عن كل نساء العالم. شوف كيف رفعت ذكره من ذلك الوقت إلى يوم من هذا حتى أحكيها لكم. ذلك إذا وجدت مثل هذه المرأة أن تمتلك عقل وتمتلك روح وتمتلك سمع، لا تفرط بها، فوالله ما رزق الإنسان بعد التقوى والإيمان امرأة تكون سندة ومتكئة ذا عقل راجح. وفقنا الله وإياكم. أدري أنكم اشتقتم لفقرة القصص، لكن خلونا نرجع إن شاء الله أبشروا فيها.